بكرة إن شاء الله الساعة 2 بتوقيت القاهرة، الساعة 14 يعني الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة، الحكومة بكامل هيئتها أمام البرلمان المصري، فدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هيلقي البيان، والحكومة هتعرض برنامجها أمام النواب المصريين. قد يكون هناك في سؤال، ألا وهو إمتى البرلمان هيمنح هذه الحكومة الثقة؟ إمتى؟ يوم إيه؟ ده سؤال نطرحه على دكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري. أهلا أهلا أهلا. يا أهلا يا يوسف، زي كل عام وحضرتك طيب، وكل الشعب المصري والعالم العربي والإسلامي بخير وسعادة يا رب، بمناسبة العام الهجري. وطبعا يمكن مناسبة سعيدة أني في بدايات عام جديد يكون لدينا حكومة جديدة، نتمنى لها كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. اللهم أمين. بكرة بقى البيان هيتقال والحكومة هتعرض البرنامج، البرلمان يمنح الثقة للحكومة إمتى؟ طبعا سعادتك يعني واحد من أعضاء هذا البرلمان، ودي أنت قامة وقيمة مضافة إلى هذا البرلمان بالفعل، مش مجاملة ليك. خلينا نقول أن المادة الحاكمة من الناحية الدستورية في ما يتعلق ببرنامج الحكومة وتكليف الحكومة، احنا بنقول ان المادة 165 كانت بتتحدث على القسم وحلفان الحكومة لليمين وتكليف السيد الرئيس. المادة 146 واضحة وضوح الشمس فيما يتعلق بتكليف السيد رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء انه يعرض برنامجه على حضراتكم في مجلس النواب وتحصل على أغلبية الثقة خلال 30 يوم. طيب التفصيلات إيه؟ التفصيلات مش موجودة طبعا في الدستور، التفصيلات موجودة في قانون لائحة مجلس النواب. المادة 126 تحديدا يا يوسف فيه بتحدد إزاي هنستقبل رئيس الوزراء، نستقبل البرنامج بتاعه، وإزاي هنبتدي إن إحنا نشكل لجنة خاصة هيكون فيها أحد الوكيلين وموجود فيها أعضاء من كافة اللجان المتخصصة. هتتعمل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين، وعلى فكرة لازم يكون ضمن الأعضاء أعضاء مستقلين وأعضاء من المعارضة، وده طبعا شيء رائع للغاية أن يكون لدينا جميع الطوائف موجودة في هذه اللجنة المحترمة. طيب الأمر ده يكون خلال قد إيه؟ السيد رئيس مجلس الوزراء بيعرض بيان مختصر لبرنامجه على حضراتكم بكرة. بعد ما يعرض هذا الكلام السيد رئيس مجلس النواب مشكورا، يبتدي يصدر قراره بتكليف اللجنة المختصة اللي أنا قلت بيها على حضرتك. خلال 10 أيام تقوم بدراسة البرنامج من كافة جوانبه، وكل اللجان المختلفة تبتدي تدرس هذا الكلام وتعرض على اللجنة المختصة. طيب بعد 10 أيام دول إيه اللي يحصل؟ يتعرض التقرير ده على المجلس في أول اجتماع ليه، ويبتدي التصويت عليه. فإذا حاز برنامج الحكومة على الأغلبية خلال 10 أيام التالية لعرض التقرير على البرلمان، كده يبقى الحكومة خلال 20 يوم تقريبا حصلت على ثقة البرلمان. تمام؟ وحد أقصى اللي بنلتزم بيه كلنا هو الدستور اللي هم 30 يوم. بمعنى ايه؟ بمعنى ال20 يوم دول مش حاكمة، مش معناها ان لو مش خلال ال20 يوم دول يبقى كده الحكومة لم تحزو على الثقة، لا، ممكن يمتد الامر شوية مسموح بيه وفقا لاحكام الدستور لحد 30 يوم. عظيم جدا. وبالتالي هذا الامر هو كل ما يتعلق ببرنامج الحكومة، 10 ايام ثم 10 أيام ثم يمكن أن يمتد الأمر إذا كان في مزيد من المناقشات ل10 أيام كمان. طيب هل منح الثقة بالإجمال يعني على كل برنامج الحكومة، ولا من الممكن منح الثقة في الكل باستثناء برنامج أو 2 وزارة 2 أو 3؟ لا يعني خلينا نؤكد على أمرين هامين جدا. الأمر الأولاني يمكن حضرتك قلته للسادة المشاهدين وأنا متابع سيادتك، أن الحكومة رايحة بكامل هيئتها. السؤال اللي تملي بيطرحه البعض، هل رئيس الوزراء بيطرح برنامجه
ولازم يحضر مع أعضاء الحكومة، ولا يكفي السيد رئيس مجلس الوزراء وعرض برنامجه على مجلس النواب؟ الإجابة قاطعة في الدستور المصري أنه يكفي فقط السيد رئيس مجلس الوزراء. السؤال بقى أنا كسياسي أقول طب هم ليه هم جايبين كل التشكيل الحكومي ده؟ للغط اللي حصل في الأيام الأخيرة على بعض السادة الوزراء، فبالتالي بيديهم أشبه بثقة سياسية بحضورهم أمام البرلمان المصري. لكن هل واحد فيهم حتى مسموح لي أو أنا بتكلم من ناحية الدستورية إن هو يتكلم أو يعرض أو يقول أي حاجة؟ الإجابة لا. هو الكلام كله يتعلق بالسيد رئيس مجلس الوزراء، لأني إما أن يقبل البرنامج كله أو يرفض البرنامج كله. يعني بعد ما اللجنة الخاصة تنعقد وتدرس مع ما ممثلي اللجان المختلفة داخل البرلمان ويناقشوا فيا إما توافق يتوافق على الكل يا ترفض الكل. ليه بقى يا يوسف؟ لأن النص الثاني من المادة 146 بتقول إيه؟ فإذا لم يحظى بالثقة البرنامج اللي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء كده دخلنا في التكليف الثاني اللي هو إن السيد رئيس الجمهورية يكلف الحزب الحائز على الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية خلال 30 يوم يبتدي برضو يعرض برنامجه ويعرضه على حضراتكم. وغالبا طبعا لو أنا حزب حاصل على الأغلبية الأصوات داخل البرلمان بديهي جدا همرر الحكومة بتاعتي لأني أنا الحاصل على الأغلبية. طيب لو أنا لا الحكومة الأولى ولا الحكومة الثانية خلال 30 يوم والثانية برضو خلال 30 يوم لن تحظى على موافقة حضراتكم، ساعتها يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور. طيب وبالتالي احنا خلينا في الجزء الأولاني لأن كرى العرف السياسي في الحكومات المصرية المتعاقبة انه غالبا بيتم الموافقة على الجزء الأولاني من المادة 146. ماذا لو انه برنامج من البرامج داخل الحكومة لوزارة ما لم يلقى قبولا لدى النواب، أو لو أنه النواب معترضين على واحد أو اثنين أو خمسة؟ بص يا يوسف، يعني أنا هتحدث هنا حتى بصفتي كنت راجل عضو في مجلس النواب قبل كده، وحضرتك كنت عارف أن أنا كنت موجود في البرلمان في 2012. طبعا. من الناحية الدستورية زي ما قلت لسعادتك إجمالا يا القبول يا الرفض. طب أنا أعمل إيه كبرلمان لو أنا شايف أني هناك برنامج أو اثنين أو وزير أو اثنين أو ثلاثة أيا كان العدد أنا شايف إن هو مش لم يحظى قبولي، ولكن للاعتبارات السياسية العامة بضطر أوافق على الحكومة وعلى رئيس الوزراء لأنه يحظى بثقة سياسية سواء كان من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من البرلمان المصري. طب أنا أعمل إيه كبرلمان؟ أستطيع فيما بعد، وهذا حق لي، ان انا اناقش برنامج يتعلق بوزير وان انا ابتدي اساله في بعض الاشياء، وان يصل الامر مش زي طبعا اقصى حلم لدى البعض يقول لك ايه هنستجوب بالوزير. لا، انت لك الحق كبرلمان ان تصل الى مرحله سحب الثقه، وبالتالي تستطيع ان تؤجل اعتراضاتك على بعض البرامج او بعض الوزراء إلى فترة من الوقت ليست بالكثيرة، وإنك أنت تبتدي تحاسبه هو لوحده؟ الإجابة نعم، وبالتالي من الصح عدم تعطيل برنامج الحكومة بسبب الاعتراض على وزير أو اثنين أو ثلاثة، تستطيع فيما بعد أنك تحاسبهم ويصل بك الأمر كبرلمان إلى حد سحب الثقة منه. أهو كده نورتنا يا دكتور. أيوة كده، أشكرك. نورتنا يا دكتور عبد الله، واتمنى ان احنا نلتقي الاسبوع ده بقى علشان هنقعد نناقش اكيد برنامج الحكومه. هنتكلم معانا بجد والله، تنورنا وتشرفنا دكتور عبد الله. كل الشكر دكتور عبد الله المغازي، استاذ القانون الدستوري.